أنا طبيب الأسنان عصام يوسف الحسينات من إربد، خريج جامعة المنصورة من مصر سنة 2020. كنت حريص جدا على مواكبة التطور العلمي الحديث اللي صاير بطب الأسنان، لهيك كنت جزء من كثير دورات معترف فيها من الأمريكان دنتال أسوشيشن. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي ضيفي لهذه الحلقة الدكتور عصام الحسينات. بداية سعد مساك دكتور. أهلا فيك سعد مساك. كلك زي. طبعا دكتور عصام، في البداية وحضرتك طبيب أسنان وصاحب هاي إند دينتال كلينيك بالتحديد في محافظة إربد، وأغنام أن تعرف تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا طبيب الأسنان عصام يوسف الحسينات من إربد، خريج جامعة المنصورة من مصر سنة 2020. كنت حريص جدا على مواكبة التطور العلمي الحديث اللي صاير بطب الأسنان، لهيك كنت جزء من كثير دورات معترف فيها من الأمريكان دنتال أسوشيشن، وكمان حريص جدا أكون فعال في نقابتنا اللي دائما حريصة على إضافة العلم وإيصاله لكل طبيب يحرص على أنه يتطور بشكل مستمر. شاركت بدورات لها علاقة بتجميل الأسنان، تركيبات الأسنان الثابتة والمتحركة، زراعة الأسنان، يعني مختلف المجالات حتى الأطفال. نعم دكتور، تعرفنا أكثر عن هاي إند دنتال كلينيك، شو الخدمات الطبية السنية المقدمة عندكم؟ زي ما قلت لك، التعليم الطبي المستمر الموجود حالياً بيخلي كل طبيب ينتج او يكون عنده الفكر نحو الطب. ممكن نعمل ما في مشكله، نرجع من كات كات. اوكي، اذا بتحب نعيد السؤال. عيد السؤال. 3-2-1 ريكول. تعرفنا اكثر عن هاي اند دنتال كلينيك، شو الخدمات الطبيه السنيه المقدمه عندكم؟ الوعي بالنسبه لطب الاسنان الحديث دائما بوجهنا للطب الرقمي، سهوله تقديم الخدمات وبنفس الوقت ديمومة. الديمومة هون بنحكي معناها الصحة دائمة، أو علاقة التركيبات اللي انت بتقدمها على سبيل المثال أو الزرعات أو كل الخدمات هي علاقة بيولوجية سليمة مع الأنسجة المحيطة فيها بتحافظ على صحتها. هاي هي الديمومة الصحية بنسميها، مش كل تركيبة احنا بتعيش عمر بدون ألم هي تركيبة ناجحة. النجاح الآن مختلف، لهيك بهاي اند دنتال كلينيك انا كنت حريص ادخل طب الاسنان الرقمي الحديث لتقديم راحه وديمومه صحيه للمرضى. فاحنا عندنا متوفر كل الخدمات اللي بيحتاجها المريض بطريقه صحيه وسليمه، مثل مثلا زراعه الاسنان، التركيبات، الحشوات التجميليه، الفيسنج، الفينيرز، كل شيء بيخطر على بالك بطريقه رقميه حديثه صحيه وسليمه. نعم، لكن برأيك دكتور شو سبب تميزكم ونجاحكم بمجال طب الأسنان برأيك؟ برجع بأكد على نقطة التعليم الطبي المستمر، معناها حرص على خلق بيئة عمل صحية للموظفين ولكادر العمل، وبالتالي خدمة صحية سليمة للمرضى. أنا بحرص على أني أوفر في عيادتي الأخصائيين المناسبين لكل حالة، بالإضافة لكل الأدوات والتقنيات اللي بيحتاجوها عشان يقدموا خدمتهم بأعلى جودة ممكنة. نعم، لكن شو رؤيتك المستقبلية على العيادة، وبرأيك لأي حد تطور مجال طب الأسنان عندنا بالأردن، وكيف عم بتواكب عيادة هاي دنتال كلينيك هذا التطور؟ عم بنواكبه من خلال التعليم الطبي المستمر، من خلال العلاقات العامة كمان مع أطباء وزملاء لنا، حريصين على التشاور بشكل مستمر والتواصل معهم، حريصين على دائما تغذية العيادة بمواد عالية الجودة مصنعة بطريقة احترافية ومبنية على أوراق بحثية علمية سليمة based on science، يعني مبنية على العلم، مبنية على الإيفيدنس، على الدليل. هاي هي الرؤية الحقيقية في عالم طب الأسنان الحديث، عشان هيك بتوفر الأخصائي اللي عنده العلم والمعرفة والخبرة، بتوفر له المواد والأدوات اللازمة عشان يطبق بروتوكولات علمية حقيقية مجربة مبنية على الدليل. هذا المزيج هو
ما أنتج طب الأسنان الحديث. لهيك أنا حريص دائما أزود هاي العيادة بالتقنيات الجديدة بالأخصائيين اللي على مستوى كفاءة عالية عشان أقدم هذا المستوى من طب الأسنان اللي أنا برتضي لنفسي وبرتضي لأهلي من إربد والأردن والوطن العربي كافة. نعم دكتور، مع انتشار مجال تجميل الأسنان وبالأخص مجال الزرعات، حكينا أكثر شو فوائد الزرعات وأضرارها، شو بتحب تقدم نصيحة للمشاهدين بهذا الخصوص؟ دائما بنسى المثل جسر ولا زرعة، دائما بكون جوابي جسر، وبالنسبة لي بقول له أوفر لك إنك لمريضي إنك تعمل زرعة، مع إنه التكلفة اللي أنت بتدفعها الآن تبدو باهظة مقارنة بالجسر مثلا، مع إنه التكلفة الفعلية المادية هي متقاربة لو بدنا نعمل جودة عالية من الجسور باستخدام مواد مثل إيماكس أو الزيركون مقارنة بالزرعة راح تكون الأسعار شوية متقاربة مش بعيدة. طيب شو الفكرة من الزرعة؟ أنا بعتبر أو بنصح المريض بقول له هذا استثمار إلك، بمعنى أنا دفعت الآن فلنفترض إكس، ولكن إكس عاش معي 15 سنة 20 سنة أو أكثر، طيب أو بدفع نص إكس ويعيش معي عمر أقل بكثير من هذا العمر، نظرا مثلا إذا أنه رحنا عملنا هذا الجسور اللي تحتاج لصيانة بشكل مستمر ورعاية أعلى بكثير طبعا من الزرعات، فبالتالي أنا لا بدفع رقم عالي بس بالمقابل بأخذ هاي الخدمة لسنوات طويلة. إذا قسمت هاي الفلوس اللي أنا دفعتها على عدد السنوات ممكن تطلع الخدمة اللي أنا بتلقاها أرخص لي من الخدمة الثانية اللي هي مثلا الجسر فلنفترض، فبالتالي من ناحية مادية لا أنت بتكون بتستثمر. طيب من ناحية بيولوجية، أنا لما بدي أعمل جسر أنا راح أضحي بالسن اللي قبل الفراغ أو بعد الفراغ، أو قبل السن المخلوع أو بعد السن المخلوع اللي أنا محتاج أعوضه راح أحضره، فبالتالي أنا بالمستقبل البعيد في حالة إنه هذا الجسر صار يحتاج لصيانة، وأي إشي من صنع البشر بالمناسبة لابد أن يأتي يوم يحتاج لصيانة أو إعادة، ما في إشي زي صنع رب العالمين سبحان الله، فبالتالي أنا خسرت سنين، فأنا بدفع بيولوجياً من جسمي اللي لا يقدر بثمن مقابل إني أوفر شوية فلوس زي ما حكيت. حتى من ناحية استثمارية بعد بعد نظر بنقول لا، الزرعة إجت كحل بيوفر على المريض وبينطيه صحة أدوم وعلاقة صحية بين الأسنان أطول عمرا. نعم دكتور، هل حدك عندك أي اهتمامات أخرى غير طب الأسنان؟ أكيد إحنا بظروفنا الحالية لازم نعمل على التنمية، لازم نعمل على الإبداع. أنت كونك طبيب أسنان أو مهندس أو صاحب مجال معين مش لازم أنت تلتزم بهذا المجال فقط عشان تظهر اهتماماتك وإبداعك، لهيك أنا كنت حريص على يعني في سبيل المثال إنتاج قطع هاي إند براند أعمل، من ضمنها كان سكرابس طبية بمشاركة المهندس الصناعي محمد المومني، خبرة 3 سنوات في مجال إعداد الألبسة وإنتاجها، وكان برودكشن إنجينير وإله علاقة بالمجال هذا، فحبيت أشاركه بهاي التجربة والحمد لله أنتجنا يعني إشي أنا بفتخر فيه وبعتز فيه وبحب. يعني كيف بدي أحكي لك إنك تلبس إشي أنت عامله تجربة كثير حلوة، فإن شاء الله يكون يعني عند تجربة زملائنا الأطباء حاليا يكون إشي إيجابي وإشي جميل وتجربة محلية حلوة. نعم كل التوفيق. ننتقل إلى الجانب الوطني، لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ بحكي له شكرا على الجهود اللي بيبذلها، شكرا على الصبر، شكرا على الشيب اللي براته بعد هذا العمر من العطاء والثبات والعزيمة، خصوصا بظروفنا اللي احنا بنمر فيها حاليا، يظل الأردن براس الأمان والملجأ لكل محتاج، هاي خدمة عظيمة يقدمها للعالم أجمع مش بس للأردن، فشكرا جلالة سيدنا. نعم بس أكيد في حد ترك بسمة بحياة الدكتور عصام وأعطى الدافع لحتى يوصل لهاي المرحلة، فإذا إيه بتحب توجه رسالة شكر ببرنامجنا؟ بوجه رسالة شكر لوالدي أولا، ومن ثم أخي الكبير الدكتور عماد حسنات، هو صاحب أبحاث علمية عديدة يعني دائما كان ملهم إلي، زرته في بريطانيا خلال دراسته للدكتوراه، وكانت هاي الزيارة سبب في خلق حالي من الرغبة في أني أتعلم أكثر وأطور أكثر، وأنه العلم ما له نهاية، وهو لغاية الآن أبحاثه العلمية المستمرة اللي بيقدمها للعالم ومنفعته للعالم بتقول أنه اللهم اجعلني نافعا
واستعملني ولا تستبدلني. فإن شاء الله نسير على مساره في يعني بالمستقبل نكون قادرين نقدم إشي جديد للعالم، مش بس نتبع العلم وتطوره، إن إحنا نكون أصحاب الريادة في تقديم العلم للعالم. الأردن فيه كوادر، الأردن فيه شباب، الأردن قوي بأجيالنا وشبابنا مثلك مهندسة، مثل الشباب اللي حوالي هون. فإن شاء الله إحنا قادرين إنه نكون في الريادة يوما ما. طبعا كمان الشكر موصول لزوجتي الداعمة واللي دائما كانت جنبي واقفة. تزوجنا إحنا من شهر تقريبا خلنا نعتبره. فلا أكيد هي يعني صديقة الدرب ورفيقة الطب. فلا هي كل الشكر لها. بس مثل أسان مشارين التواصل مع هاي انت الكلينيك، تحكينا موقعكم بالتفصيل وطرق التواصل معكم. احنا عندنا صفحة على الفيسبوك والإنستغرام، ممكن تشوف من خلالها بعض الحالات اللي بنقدمها، بتشوف من خلالها تغطية مستمرة عن طب الأسنان. بقدم أنا بالمناسبة برنامج على صفحتي اسمه ما وراء الكواليس، بنشرح فيه تفصيلات عن العلاجات الطبية اللي احنا بنقدمها، مصطلحات طبية دارجة وكيف بنصلحها. مثلا زي سحب العصب، كلمة سحب عصب كلمة مغلوطة، بتقدر تعرف معناها الطبي الصحيح على طريق صفحتنا. طب الأسنان الحديث، التكنولوجيا كلها اللي احنا حكينا عنها بشكل مختصر الآن ممكن تلاقي تفصيلات عنه على صفحتي عن طريق طب الأسنان ما وراء الكواليس، اسمها هاي إن دنتال كلينيك. رقمنا كمان موجود على هاي الصفحة، بتقدر تتواصل معنا عن طريق الرسائل. احنا دائما في خدمة الأحبة. ونهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر الدكتور عصام حسنات على حسن صحته لنا، على ملي أن نلقاكم في حلقة جديدة. شكرا لك دكتور. تشرفت بزيارتكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.